إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، فيما يلي على مدى 3/4 الساعة نستمع إلى هذه الأمسية الدينية من تقديم الزميل محمد مصطفى يحيى. بسم الله الرحمن الرحيم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. إسلامنا يا قوم ليس مصحفا فوق الوسائد أو حجابا يقتنيه كل من يخشى المكائد، إنما الدين الحنيف في عمارة المساجد واتباع الصالحين والابتعاد عن المفاسد في سماحة الشريعة والتمسك بالعقائد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذه الرحاب الطاهرة العامرة، رحاب المسجد البحري بقرية بخاتي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وعبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نقدم لحضراتكم هذه الأمسية المباركة. أيها الإخوة المؤمنون، القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى. المسلم مطالب بأن يقرأ القرآن وأن يستمع إليه وأن يتدبر آياته وأن يعمل بأحكامه وأن يتخلق بأخلاقه، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنا يمشي على الأرض. أيها الإخوة المؤمنون، خير استهلال ودائما القرآن الكريم، مع هذه التلاوة المباركة والقارئ الشيخ عبد الناصر فرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. كمن آمن بالله أعظم درجة من
عظيم.
الفجا والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء لإيلاف قريش إيلافهم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء
وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك إن شاء الله من الشاهدين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى هذه التلاوة المباركة من القارئ الشيخ عبد الناصر حرك، ونحن في هذا البيت العامر من بيوت الله تبارك وتعالى في المسجد البحري بقرية بخاتي، مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، أوصى حكيم ابنه فقال: يا بني، جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور العلم كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. إلى كلمة العلم والعلماء مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورائدنا وقائدنا ومعلمنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله. أما بعد، سئل رسولنا صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث الصحيح عن البر، فقال صلى الله عليه وسلم: البر هو الإيمان.
ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى من سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يوجه إليه هذا السؤال: ما البر؟ وكما يقول علماء اللغة إن البر هو اسم جامع لجميع معاني الخير. أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم: البر هو الإيمان. ثم تلا هذه الآية التي تلوتها عليكم الآن وهي من سورة البقرة والتي تفردت من بين سور القرآن الكريم بأنها قد تحدثت عن جميع أركان الإسلام. تحدثت عن التوحيد في قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. تحدثت عن الصلاة في أكثر من موضع، منها: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. تحدثت عن الزكاة في أكثر من موضع: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. تحدثت عن الصيام في آيات الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تحدثت عن الحج في قول الله تبارك وتعالى: الحج أشهر معلومات. إذن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم: يا من تريد أن تأتي على جميع معاني الخير عليك أن تطبق ما ورد في هذه الآية القرآنية الكريمة. إن هناك عمدا ثلاثة يقوم عليها الدين الإسلامي: أولا العقيدة، ثانيا الشريعة، ثالثا الأخلاق. وهذه الآية القرآنية الكريمة: ليس البر أن تولوا وجوهكم إلى آخر الآية، جمعت بين العقيدة وبين الشريعة وبين الأخلاق. أما العقيدة فهي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، حره ومره. وإيمانك بهذه الأمور الستة التي وضحها القرآن الكريم وفصلتها سنة المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم، هذا الإيمان لا بد أن يتحول إلى واقع عملي وإلى تطبيق حياتي. لا بد أن تخشى الله وأن تراقبه في كل ما تأتي وفي كل ما تدع. لماذا؟ لأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب. ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب. ألم تر أن اليوم أسرع ذاهب وأن غدا للناظرين قريب. عمد الإسلام ثلاثة: عقيدة،
ولا بد أن تراجع الأمة الإسلامية تصحيح عقيدتها مرة أخرى، وأن تفهم الدين الإسلامي بفكره الوسطي المعتدل الذي لا غلو فيه ولا تقصير، لا إفراط فيه ولا تفريط. الدين يسر كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا قلبه، فسجدوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالخطوة والروحة وشيء من التلجة. ديننا أيها الإخوة عقيدة إسلامية صافية ناصعة لا خفاء فيها ولا غموض. ثم ماذا؟ شريعة، والشريعة معناها العبادات والمعاملات. يقول ربنا تبارك وتعالى عنها: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم يقول: وأقام الصلاة وآت الزكاة. إن ربنا تبارك وتعالى لا يريد منا مجرد ركعات جوفاء، ولا يريد منا قراءة دون تدبر، ولا يريد منا ركوعا دون خشوع، ولا يريد منا سجودا دون خضوع. لا، إن ربنا تبارك وتعالى يريد منا أن نقيم الصلاة، بمعنى أن نؤديها في أوقاتها كاملة غير منقوصة. آية فاتة جمعت بين الحديث عن العقيدة والحديث عن الشريعة، ثم تحدثت عن الأخلاق والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والوفاء بالعهد خلق عظيم من أخلاق الإسلام، ومن أوفى بعهده من الله. إذن حديث عن عقيدة، حديث عن شريعة، حديث عن أخلاق. ما الذي تقهقر بين أناس ينتسبون إلى رسول وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم، وقال هو عن سبب بعثته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ما الذي تردى الآن وتقهقر وتراجع بين أمة رسول الله؟ إنها الأخلاق. الأخلاق تراجعت كثيرا كثيرا، والمسؤول عن تراجع الأخلاق نحن جميعا مسؤولون عن تراجع الأخلاق: الأساتذة في الجامعات وفي المدارس، الآباء والأمهات في الأسرة، وسائل الإعلام التي لها تأثير كبير جدا على توجيه فكر الناس. كل هؤلاء مسؤولون عن التردي الأخلاقي الذي وصل إليه معظم الشباب الذين ينتسبون إلى الدين الإسلام. ولا يمكن أن تكون مسلما حقا ولا مؤمنا صدقا إلا إذا اعتقدت اعتقادا سليما، وإلا إذا أديت العبادات والمعاملات تأدية وفق نهج كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا إذا تحليت بالأخلاق الإسلامية العظيمة. اللهم أصلح أحوالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا، واغفر لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. لله قوم أطاعوا الله خالقهم فآمنوا واستجابوا مثل ما أمروا، لهم من الله ما لا شيء يعدله: سماع تسليمه والفوز بالنظر. استمعنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه الكلمة من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، أستاذ ورئيس قسم أصول اللغة بكلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، ختاما لهذه الأمسية المباركة
التي نقدمها لحضراتكم من رحاب المسجد البحري بقرية دخاتي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. نبقى مع هذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان. لحاضرنا عز لآتينا
وصلا بخالقنا وصلا بخالقنا يحيي مساجدنا وصلا بخالقنا يحيي مساجدنا دوما نحيا بعزته نور لحاضرنا نور لحاضرنا عز لآتينا وصلا بخالقنا وصلا بخالقنا دوما نرتله والله يحمينا فهي البيوت فهي البيوت فهي البيوت فهي البيوت التي في الله تجمعنا في حب أحمد والرحمن يا يوم مولده وحد عزيمتنا في حب سنته هيئ تلاقينا رسول الله يا خير البراي ويا خير الخلائق أجمعين على خلق عظيم جئت حقا يؤيده إله العالمين. أيها الإخوة المؤمنون، بهذا الفاصل من الابتهالات والأدعية والمدائح النبوية الذي قدمه المبتهل الشيخ شعبان عبد الجيد شعبان، نصل بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية المباركة التي قدمناها لحضراتكم من المسجد البحري بقرية بخاتي مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية. أيها الإخوة المؤمنون، في الختام تقبلوا تحيات الزميل محمد أنور حمودة من الهندسة الإذاعية وتحيات محمد مصطفى يحيى من أسرة المذيعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.